دايما لميس، واعتقد ان احنا يعني الاسبوع دوت عندنا اسبوع من اسابيع الحركه المستمره، يعني يمكن من اول السبت الرئيس تخريج دفعه كليه شرطه، امبارح تخريج دفعه الكليات العسكريه، والحقيقه انا يعني كان لي الشرف اني كنت موجود، ومش عايز اقول قد ايه الكم البهجه اللي بيكون في النوع في الحفلات دي. اولا فرحه الاهالي باولادها وهم بيتخرجوا، ورجاله يعني تشوف حضراتكم العروض وكلنا شفناها في التلفزيون، لكن طبعا يعني لما بتشوف الرجاله دول في الميدان بتطمن، لما تشوف فرحه اهاليهم باولادهم اللي رايحين بكره، اللي رايح فيهم على سينا واللي رايح فيهم على كل جبهه، وهم قد ايه سعداء وفخورين والزغاريد في كل مكان، تحس ان في حاجه حلوه لا يمكن هتنتهي في البلد دوت. وفي ثقه ان طول الوقت ولادة مهما خسرنا ان شاء الله باذن الله هنكسب وبكره احسن. النهارده 23 يوليو الذكرى 66 لثوره يوليو. ثوره يوليو حضرتك تتفق تختلف، تقول اللي تقوله زي ما كتير